السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالي. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم بيني كيجي مفشفش، كنت ديجا جربته معكم ولطلب بعض الصديقات كلاو عندي وقالوا لك والو تحطي لينا في القناة، ولبيت الطلب ديالهم وان شاء الله الرحمن الرحيم نتمنى حتى انتم يعجبكم ونبداو على بركة الله. عندنا واحد بيضة، عندنا واحد جوج معالق ديال السكر سنيدة، عندنا واحد فاني، عندنا واحد جوج معالق ديال الخميرة الفورية، وعندنا واحد 200 مليلتر ديال الحليب. وما ننساوش واحد قبيصة ديال الملح، غادي نخلط كلشي ومن بعد نديرو في العجانة باش يتثبت مزيان. هاي باش ينسجموا العناصر مع بعضهم. هنا كما شفتوا عندي 400 غرام ديال الفورس الدقيق، وهنايا غادي نزيد هذاك الخليط ديالي. وغادي ندير 40 غرام ديال الزبده تكون بدرجة المطبخ، وغادي نديرو يتعجن يتدلك. هانتوما كيما شفتو من بعد ما البيني تدلك غادي نحطو في هاد لابول وغادي نخليه واحد 45 دقيقة حتى يختمر. خفيف وغيجي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يجي مفشفش، تبعوا غير الطريقه ان شاء الله. صافي ونغطيه ونخليه 45 كيفما